تتعلموا بتصيروا طباخين. زملاء فيكون صحي ومنو دار وتبقى قادر عنا من التقايين. بس انتبهوا من النار، بس انتبهوا من النار، بتلاقوا حد سكين، بتلاقوا حد سكين. نتعلم لو كنا صغار، نتعلم لو كنا صغار، فينا تصير طباخين، فينا تصير طباخين. بدي يلي كلكن عم تحضرونا بالبيت فانتاستيك ميلز مثل ما معوديكن، بنحضر دايما وجبات سريعة وسهلة. هلو، معنا اليوم ضيفة وهي اسمها نورهان شهاب. اوكي دوكي، وقد ايه عمرك؟ 8 سنين. 8 سنين. ونور، خبرينا بتحب الطبخ؟ نعم نعم. طيب قبل ما نبلش بدنا اياكن تجهزوا حالكن، تجهزوا اصابيعكن، ايديكن، تجهزوا وشكن، وكمان تجهزوا كتافكن. اوكي نور، ار يو ريدي؟ اعملوا مثلنا، جربوا تعملوا مثلنا انتم بالبيت، جهزوا لنا حالكن وهيك شوي وهيك شوي وهيك شوي. اوكي بتصور، صرنا جاهزين، ما تروحوا لمحل، رجعوا تعوا احضرونا هون بعد ثواني. لا تحضيرز اجي سمايلي فيس، انتم بحاجه لبيضتين، بحاجه لجزرتين، وبحاجه ل 200 جرام من الجبنه. بتعرفوا انه نحن طبخاتنا مثل ما سبق وذكرنا كثير هينري، بس قبل ما نبتدي بدي اذكركم بسيفتي ايشوز او امور عن السلامه بالمطبخ، وهي اول شيء نحن عم نقص شيء، بنقرب اصبعنا على الشيء اللي عم نقصه. شو نور؟ لا ما بنقرب. اكيد اكيد لا. واذا كنا مثلا بدنا نستعمل الفرن ولا الغاز، فينا شيء نستعمله بلا ما يكون في حدا من الكبار حدنا؟ لا ما بيصير. مظبوط. واذا وقعنا شيء على الارض مثلا مثل زيت وما دغري نظفناه، شو بيصير فينا؟ نزحط. نزحط. كيف فرجينا كيف نزحط؟ نزحط هيك ونوقع. وكمان شغله ثانيه وهي اساسيه، انه اذا كنا عم نشيل شيء من الميكروويف ولا حتى من الغاز، لازم شو نمسك؟ لازم نمسك ايدون. صح، جون ولا شقفه اذا ما كان عندكم جون، واكيد لازم نبعد الشقفه عن النار لانه بتحترق. هيدول بس شويه من الاشياء لازم ننتبه لها بس نكون بالمطبخ. اوكي دوكي، حنبتدي. مثل ما انكم شايفين عنا هون بيض، وهذا البيض بعده، شو بيقولوا له البيض يلي ما بيكون ولا مسلوق ولا مقلي؟ بيقولوا له بيض طازه، يعني ولا برشل ولا برشل برشل. اوكي، على كل حال نحن اليوم البيض يلي رح نستعمله هو بيض مسلوق. اوكي، وشو بنعمل لنسلق بيض نور؟ خبرينا. منقشرهم. منقشرهم؟ لا ما فينا نقشرهم. قبل ما نسلقهم وين بنحطهم؟ بالمقلاية. برافو، مقلاية ولا طنجرة، لازم تكون شوي طنجرة لنعبيها مي. بنعبيها مي، بنحط شوية ملح وبنحط البيض حوالي 12 دقيقة، أكيد it depends، يعني هيدا بيعتمد على البيض. وبعدين بيصيروا البيض بهيدا الشكل يعني هارد. نور انت رح تقشري هول البيض، انا بهالوقت جبت جبنه شافر اسمها، فيها شوي اسود بسموها تنتد، وجبنا كمان جزر. نور اول شيء بتعملي هيك بالبيضه، نتفه من دير من دار. اوكي، بس حتى تقدري تقشريها، وبتبلشي تقشري البيضه. انتبهي بدنا اياها كامله لان نحن بدنا نقصها. اوكي يلا نور رح تقشر البيض. مثل ما ملاحظين نحن غسلنا ايدينا ولبسنا جونيت قبل ما نبلش. انا بالسكينه، اكيد فيكم انتم تستعملوا بالراشه، رح ابرش شوي الجزر. الجزر اكيد غسلناه كثير وقشرناه كمان، مثل ما انتم شايفين عم بحط اصبعي كثير بعيد حتى ما اجرح حالي. نمسك الجزر منيح لانه بدنا نعمل انا ونور هابي فيس. اوكي بتصور هدول، لا بعدنا شوي صاروا بيقدوا بهالوقت، واكيد بتكونوا نقيتوا صحن نضيف. بتجيبوا التشيز وبتمرغوها على الصحن بهيدا الشكل. فيكم تستعملوا ايديكم اذا نضاف، وفيكم كمان تستعملوا الجونات لانه اكيد بيكون الجون نضاف. أنا رح أحط بعد شوي جبنة لنعمل even circle، يعني circle.
اوكي بهذا الشكل. كيفك يا نور؟ نورهان. نعم. نورهان كثير مركزة على الطبخ، مش عم تسمع. يلا. صار عنا شكل سيركل. شوفي لي هالسيركل يا نور، حلوة؟ نعم. هيدا بدنا نعملها وجه، فيس بالانجليزي. البيض فينا ناكله على الترويقة، وفينا كمان نتغدى بيض إذا جينا شي نهار من المدرسة يعني فيه كالسيوم وبيعطينا نشاط. هيدي البيضة صارت جاهزة. منجيب سكينة. عن جديد بدي منكم تنتبهوا أنتوا وعم بتقصوا، رح نقصها نحن شقفتين. أوكي، رح نستعمل هيدي الشقفة للعين وهالشقفة كمان. رح رفعها بعد شوي. شفتي نور كيف؟ ننتبه نحن عم نقص وما منقص إذا ما كان معنا حدا كبير. فرطت هي شوي بس مش مشكلة. هيدول الجزرات رح نحط نستعملهم مثل الشعر فوق. وكمان بالجزر نور ننتبه أكيد نحن عم نقص. رح نعمل دينين ورح نعمل منخار ورح نعمل تم بالبيض. نعمل التم نور؟ نعم. اوكي. وهيك بيكون صار عنا وجبة سريعة مغذية وطيبة. كيف لقيتي لنا هالهابي فيس؟ غير شكل. انتو كمان فيكم تحضروا هيدا الأكلة، كتير 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 هين تحضيرها، بس لازم تتذكروا إنه بس تسلقوا البيض وتشلوه عن النار لازم يكون حدا كبير معكم، ولازم تمسكوا بشقفة ولا بيجان حتى ما تحرقوا إيديكم. وفيكم أكيد تستعملوا أي نوع جبنة أنتو بدكم إياه. هيدا كل شي للمين ديش. بشوفكم أنا بعد شوي بالدسر. شو هي المدة يلي فينا نحفظ فيها الخضرة؟ يومين؟ ثلاث أيام؟ أو أسبوع؟ يومين اكيد او بينتزعوا. نور عندك كم سؤال بدها تسالنيهم؟ شو هن الاسئله يا نور؟ شو فينا نحط مع البيض غير الجبنه؟ شو فينا نحط مع البيض غير الجبنه؟ حسب شو عم نعمل بالبيت، ايام بنكون عم نعمل اومليت بالبيت، ايام بنكون بس عم ناكلهم مثلا مع بطاطا، في ايام بيسلقوا بطاطا وبيض بياكلوهم بحطوا شويه زيت معهم، فينا نحط معها جامبون، فينا نحط معها خيار، فينا نحط معها فينا ناكلها مع لبنة إذا قليناها مع زيت، يعني فينا نشكل كتير أشياء مع البيض. شو تروقت امبارح؟ أومليت. كانت خبرتني إنه تروقت أومليت نور، وشو حطيته بالأومليت غير البيض والجبنة؟ قلتي لي حطيته شي لونه روز بحرف الجام. جامبو. جامبو. ومع شو كمان؟ شو شربتي أنتو عم تاكليها؟ حليب. حليب. يمي يمي يمي، كتير ترويقة حلوة. بس هيدا البلا اللي نحن حضرناه فينا ناكله على الترويقة، وفينا كمان نتغدى أكيد مع شي زيادة معه. بدك تدوقي نور تخبرينا إذا طيب ولا لا؟ نعم. يلا دوقي لنا إياه، بس انتبهي على وجهه. جربي تاكلي شي مع جبنة ومع شوية بيض. أوكي، ومع كارت كمان. كارت. جزر بقوي النظر بيقولوا. كيف؟ طيب. طيب. شفتوا نور خبرتكم وهي قالت لكم انه طيب، لكن ما تنسوا فيكم تحضروا هيدا الشيء هو ذاته انتم بالبيت، مثل ما قلت لكم قبل بشوي ما تروحوا لمحل ما عندنا الديسير. Oh.
نطلب منكم تنقوا اثنين فواكه اكثر شيء بتحبون. حلقتنا اليوم عن الفواكه. نايم بلشه اكل مود. نينات بوجود، كيفك؟ منيحه. اي اكثر شيء فواكه بتحبيه؟ اي صنف فواكه اكثر شيء بتحبيه؟ موز. موز و تفاح. موز وتفاح. نينات نقت الموز والتفاح، ودجا نحن عنا هون موز وتفاح، ونايم بلشه اكل موز من الصبح. صحتين ناي. رح نزل لك القشره لما تاكلي القشره كمان. نينات انت قلتي لي عن الموز والتفاح، بتعرفي شو يعني موز بالانجلي او بالفرنسي؟ بانانا وبنان. بنان، شو بدك تكتبيها بالفرنسي او بالانجلي؟ انجلي. بالانجلي. اوكي، انا رح نبش هون على موز، على رسمه موز، وهيك انتم بالمجازين كمان لازم تنبشوا على رسمه موز. ناي فيك تساعديني؟ رح انا احط لك القشره هون، ونحن انا وناي رح نجرب نقص الموز. يلا ناي فيك كيف بنمسك المقاس؟ نينات عم تكتب بنانا. اوكي ناي، يلا نينات فيك تقولي لنا الاحرف هيك انا وناي منشهل تنعطيك كمان الرسمه. ابل اي بي بي ال اي. اوكي ابل. ميرسي ناي لانه ساعدتيني. ابل اي بي بي ال اي. نينات ابل اي بي بي ال اي. بنانا. اوكي بنانا. اوكي بي اي بي اي ان 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 اي ان بي اي ان اي ان بي اي. رح اكتبها انا بالاحمر لتبين احسن. بي اي. اوكي ان اي ان اي. هلا الصور يلي قصيناهم، دجا انا قصيت لك نينات بنانا، وراح اقص لك الابل. بتعرفي شو يعني ابل بالفرنسي ناي؟ شو يعني؟ شو ناي؟ يعني شوسير؟ شو يعني؟ تفاحة شو يعني بالفرنسي؟ با بوم بوم. اوكي بوم. بدي لكم شغله، هيدي اللعبه اسمها ماتشينج. هلا نينات بدك تقولي شغله، شو بدك تقولي لنا؟ بس ناكل تفاح او حلا فروي غير الموز، فينا نشيل قشرهم ونزرعهم ويصير عندنا شجره بنلفك الاكلناها. كثير منيح، برافو نينات. هلا رح نعمل ماتشينج. انا نينات بليز بتعطيني ستيك. اوكي رح لزقهم على هيدول الكرتون الصغار. اوكي دجا لزقت الابل. ناي شفتي كيف عم لزق؟ استعملت ستيك. وراح اعمل نفس الشيء مع البنان. وين صوره البنان نينات؟ يون الاولاد. لا الصوره يون الاولاد لوحدهم يلزقوا. الولاد فيهم لوحدهم يلزقوا مزبوط، بس ما فيهم يستعملوا السيزو لوحدهم. انتبهي ناي، اذا شي نهار بدك تستعملي السيزو لازم تعيطي للمامي او لحدا كبير. شوفوا صار عندنا اربع كارت، رح نينات تعمل ماتشينج عليهم. اوكي يلا رح نحط الكلمات بوشهم. الكلمات نينات هون الكلمات، ورح تعمل ماتشينج عليهم. اكيد انتو كمان تستعملوا كلمات وصور اكثر. هيدي اللعبة اسمها ماتشينج، لبعد الغداء أو لبعد العشاء بتستعملوها بتلعبوها وبتكونوا كتير مبسوطين أكيد، لأنه كتير بتسلي أنتو وأصحابكم. ما هيك نينات؟ مش كتير بتسلي؟ بلا. بس فيكم تكترون للفروي ولل أكيد فيكم تكترون للفروي، وفيكم تكتروا كمان الليجيم. فينا نلعبها مع الليجيم ومع كل الأكل اللي بنحبه. منقلكم أوروار، منشوفكم بحلقة تانية. باي.